هناخد النهارده الاسس. ان شاء الله الاسس من ضمن حاجات برضه اللي فيها تاسيس. الاسس ساعات بيسموها القوى، تمام؟ بيسموها بقى القوى الصحيحه، القوى تمام. طب بص يا سيدي، الاسس دي بتتكلم عن ايه بقى؟ ان لما اجي اقول لك مثلا 2 اس 3، دي بقراها 2 اس 3. 2 اس 3 دي معناها 2 في 2 في 2، يعني 2 مكرره 3 مرات بيساوي كام؟ 2 في 2 ب 4 في 2 ب 8. والعكس صحيح، لما انا اجيب لك مثلا 2 في 2 في 2، انت تقول لي دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 اس 3 حسب عدده. الحمد لله رب العالمين. يعني انت بتاخد 2 واحده وتعدهم، لو هم 4، يعني مثلا لو انا قلت لك مثلا ايه 3 3 3 3 في 3، هم دلوقتي 5 3، بنقول كاتبين 3 واحده ونقول 3 اس 5، 3 بقى اس، خمس ايوه اس 5، 3 اس 5. طب بيسموا بقى ايه؟ خد بالك، بيسموا الثلاثه دي بيسموها اساس، ويسموا الخمسه دي يسموها اس او جابر قوه. يسموها اس يا قوه يا قوه، تمام كده؟ يبقى عندنا دلوقتي يبقى الخمسه، الثلاثه بيسموها اساس، الخمسه بيسموها اس. طيب لما اجي اشوف بقى انا فقال لك طب احنا لو لاحظنا حاجه، لو لاحظنا حاجه ان انا مثلا لو انا عندي 2 مثلا اس 3 في 2 اس 2، عايزين نضرب دول. قال لك طيب 2 اس 3 دي 2 في 2 في 2، طب و2 اس 2 دي يعني معناها الاثنين مكرره مرتين. يعني حتى في ناس يسموا الاسس دي يسموها الضرب المتكرر، الضرب المتكرر، تمام كده؟ يعني الاسس دي يسموها الضرب المتكرر لان فعلا هو ضرب متكرر. طيب ففي دلوقتي عندك حاجه دلوقتي 2 اس 3 و2 اس 2، انا كده بقى عندي 5 بنات، يعني معنى كده ان الاجابه بقت ايه؟ بقت 2 اس 5، اللي هي طبعا انت لو ضربت دول في بعض هيدوا لك 32. طب احنا فهمنا من كده حاجه، ان لما كانت ال 2 اس 3 وضربناها في 2 اس 2 طلعت الاجابه 2 اس 5. طب ما انا افهم من كده ان احنا كاننا جمعنا الاسس، كاننا جمعنا الاسس، يبقى في الضرب كده جمعنا الاسس، كاني عملت ايه؟ كاني كتبت 2، يعني انا كاني لما جيت اعمل 2 اس 3 في 2 اس 2، قال لك طب ما انا ممكن انا اعمل حاجه كده بقى، اخد 2 واحده من الاساسات واجمع 3 زائد 2 زائد، مش ضرب، الى 5، تمام؟ صور لك دي بس كده عشان طب مستر، نعم. ليه ما نضربش 2 في 2 بعدين نضرب 3 في 2؟ ما ينفعش. لا ينفع، بس انا عايز افهمك قاعده معينه، ان انا لما بضرب حاجه عليها اسس كاني بجمع الاسس، شفت بقى كاني جمعنا الاسس. لو انت ملاحظ اهو كانوا هم 2 اس 3 و2 اس 2 ففي الاخر طلعوا 2 اس 5، ده انا عايز اوصلك للمفهوم ده عشان هنتكلم عن القسمه برضه. بص بقى هنتكلم عن القسمه، بس اصور لك دي بس في الاول عشان انت عندك في الوصفات بتاعتك الحاجات دي، زي ما قلت لك اعمل لها فولدر يا محمد كده على الموبايل او على اللابتوب، وحط فيها الحاجات دي كلها، اكتب عليها حتى تأسيس رياضيات مثلا. هتلاحظ حاجه انت بقى دلوقتي، مستمر كل لحظة بس، نعم، يعني اكتب لحظة عندنا بس. في فولدر. وعايز يا محمد تقول محمد، تقول يا محمد انت فهمت يا محمد اللي انا قلته ولا صعب؟ فهمت. قال لك طب افرض جينا نقسمهم بقى، نقسمهم ازاي؟ يعني افرض هديك نفس المثال، هقول لك مثلا 3
أس 5 هنقسمها على 3 أس مثلا 2. طب ما احنا اتفقنا القسمة ممكن تتكتب كده برضه، يعني ممكن يبقى لي مكتوبة كده أو مكتوبة كده، علامة قسمة ومكتوبة على كده. طيب التلاتة أس 5 دي يعني كانت 5 3، 3 مضروبة في نفسها 5 مرات. احنا الأس معناه قلنا الضرب المتكرر، يعني الأس هو عدد تكرار التلاتة. طيب هنا التلاتة دي مكررة مرتين. طب احنا عارفين في القسمة إن أنا ممكن أختصر، أختصر إزاي؟ يعني أنا ممكن أما ألاقي تلاتة فوق كده أشيلها مع التلاتة اللي تحت، تلاتة فوق أشيلها مع التلاتة اللي تحت. فتفضل لي كام تلاتة؟ تفضل لي 3 تلاتات. 3 تلاتات دول يعني إيه؟ يعني اللي أنا ممكن أحسبهم 3 في 3 ب 9، في 3 ثلاثة ب 27. أس ثلاثة أه ممكن أحسبهم ب 27. طب بس أنا يهمني الأس بس دلوقتي، هم يعتبروا كده 3 تلاتات، يعني 3 أس 3. أه تلاحظ إحنا كده عملنا إيه في الأسس؟ هنا كانت أس 5. وهنا كانت أس 2. طلعت أس إيه؟ 3. يبقى إحنا طرحنا الأسس. إحنا طرحنا الأسس. طيب يبقى أنا مثلا معنى كده كبير إن أنا من لما أقول 3 أس 5 على 3 أس 2 أو 3 أس 5 على 3 أس 2، أنا ممكن أكتب 3 واحدة من الأساسات اللي هم دول، 3 واحدة من الأساسات، يبقى وأطرح الأسس 3 أس 3. وأطرح 5 2 3 أس 3 كده. بعد كده بقى ال 3 أس تفضل 3 افرض رقم، أه 3 أس 3 دي براحتك افضل بقى. رقم، نعم افرض الرقم اللي تحت اللي هو 3 أس 2، افرض 3 هو اللي اتغير، نكتب الرقم والأس لا لا ماشي مش يعني. الصغير، احنا بناخد اساس واحد منهم، 3 واحدة من دول، من دي ودي ناخد 3. بعد كده بنعمل 5 ناقص 2 تدينا 3. طب 3 اس 3 دي لو انت عايز تحسبها سهله، سهله جدا، اي 3 في 3 في 3 هتطلع 27. ده انا عايز احسبها، انا يهمني بس ان القصه كلها ان احنا طرحنا الاسس. انت كنت بتقول حاجه يا محمد؟ الرقم اللي تحت حاجه؟ بقول يعني لو اتغير الأس هيفضل يعني بس الأس هو اللي بيتغير، الرقم ما بص هو اللي بيتغيرش. بيتغير، لا الرقم اللي تحت اللي هو الاساس لا يتغير، اساس لا يتغير. قال لك ايه بقى؟ طيب قال لك طب افرض جه واحد قال لنا، واحد جه قال لنا مثلا 3 اس 2 وبعدين قام حاططها في قوس كده وقال لك كل ده اس 3. ثانيه واحده، احنا اس 3 ده اتفقنا يعني معناه ايه؟ نبدا من الاس اللي بره، اس 3 ده يعني معناه اللي جوه ده هيتكرر 3 مرات. المفروض انا اعمل 3 اس 2 في 3 اس 2 في 3 اس 2، لان اللي بره ده معناه بيقول لي كرر ده 3 مرات. طب ما هو ثانيه واحده، طب ما 3 اس 2 في 3 اس 2 في 3 اس 2، انا لسه قايلها من شويه ان انا ممكن اقول اخد 3 واحده واجمع الاسس، 2 زائد 2 4 زائد 2 6، مش عايز سالين في الضرب، وممكن اخد 3 واحده من الاساسات واجمع الاسس، صح ولا لا؟ تمام يا محمد؟ مش معايا؟ يعني لو في كوساين من الأس بره اللي هو أس 3 بره، يبقى 3 أس 2 هتتكرر 3 مرات. تمام. فقال لك بدل ما نعمل الفيلم ده بقى كله و3 اس 2 3 مرات، يعني ممكن اخد 3 واحده واجمع دول، 2 زائد 2 4 زائد 2 6، او لو مش عايز اعمل كده انا ممكن افككهم. نفككهم ازاي؟ 3 اس 2 دي عباره عن 3 في 3. طب و3 اس 2 دي عباره عن 3 في 3. و3 اس 2 دي عباره عن 3 في 3. طلعوا في الاخر 6 تلاتات، يعني 3 اس 6. اه قال لك يعني نفهم من كده بقى ان انا لما بيكون في اس بره اس جوه واس تاني بره، الاسين دول اتعملوا ضرب في بعض. اه بص دليل اهو، انت سبت الثلاثه اللي هي الاساس وقمت ضارب دول في بعض، 2 في 3 طلع لك 6. انت معايا يا محمد؟ معاك. يبقى افهم كده بقى ان انا مثلا لو جيت قلت لك مثلا 5 اس 2 وهنا بره 4 مثلا، اه هكتب الخمسه زي ما هي الاساس اللي هي دي، وهعمل 2 في 4، 2 في 4 بكام؟ ب 8. بالك؟ فقال لك بقى دلوقتي ايه؟ احنا قاموا طلع لنا بقى قواعد اللي هي بتاعت ايه؟ قال لك هنطلع قواعد اسمها قواعد او قوانين الاسس.
بتاعتنا. قال لك انا مش معقوله كل ما يجي لي مساله بقى كده اقعد افككها واعمل كل ده. قال لك طب ما احنا كده فهمنا ان في كده ايه؟ انا كده في قواعد. فقال لك طب ما نطلع قواعد بقى على طول. نقول ايه؟ قال لك يقول قوانين الاسس. قوانين الاسس. قال لك اول قانون ايه بقى؟ بص قال لك اول قانون لو انا قلت الف، الف ده يعني اي عدد، الف يعني اي عدد. لو سميناه الف مثلا. وميم يعني اي اس اسمه ميم. وانا ضربتها في الف اس نون، خد بالك الف وميم دول كانوا اعداد والف نون دول كانوا اعداد. بناخد الف واحده ونجمع الاسس. اهو ناخد الف واحده من الاساسات ونجمع الاسس. ده القانون. ده القانون بيقول كده. عايزين احنا ندي مثال عليه اهو. لو انا قلت زي ما اتفقنا 3 اس 2 في 3 اس 4، اخد 3 واحده واجمع 2 زائد 4 6. 3 6. صح كده تمام. طب هو لازم تيجي بالثلاثات والكلام ده؟ لا ده ممكن تيجي بالسينات والحاجات لا دي. يعني انا ممكن اقول لك س اس 2 في س اس 3، تكتب س واحده وتعمل 2 تين زائد 4. أس خمس برافو عليك. ده القانون الاول. القانون الثاني قال لك ايه بقى؟ القانون الثاني اللي هو بتاع القسمه بقى، بتاع القسمه. قال لك طب معنى كده ان احنا لو عندنا الف اس م، انا قسمته على الف اس ن، او قسمته كده يعني قسمته كده او قسمته بعلامه القسمه، فده هناخد الف واحده ونطرح الاسس. يعني بمعنى ام مثال مثلا لو انا قلت س اس 5 على س اس 2، اخد س واحده منهم اساس واطرح 5 ناقص 2 3. يبقى القسمه بنطرح. حتى تلاحظ علامه القسمه يا محمد شكل علامه الطرح. بص القسمه شرطه كده في النص وعلى نقطتين، الطرح شرطه. فتحس علامه القسمه شكل علامه الطرح. علامه الضرب تحس انها شكل علامه الزائد، بس هي متشقلبه يعني. بس لو انت شقلبت علامه الضرب دي بتديك علامه الزائد. ففي الضرب نعمل زائد او جمع، في القسمه نعمل ناقص. طيب قال لك بقى ايه؟ طيب في الـ لو في اس بره واس جوه، في اس بره واس جوه، يعني لو كده مثلا قال لك بقى لو انا عندي الف اس م او اس جوه وفي بره تاني اس كده نون، بنكتب الف ونضرب الاثنين دول في بعض يمين في النون. خد بالك بقى هنعرف في الرياضه بعد كده ان انا لما بضرب حرفين في بعض او حرف في عدد بينزلوا جنب بعض، يعني مين في نون بتساوي مين نون. اي حرف ملزوق جنب حرف كده كان في بينهم علامه ضرب، بس ما بيحطوهاش للاختصار. يعني افهم كده ايه؟ ان انا لو قلت س اس 2 الكل بيقراها كده، س اس 2 الكل اس 3 بيقراها س اس 2 الكل اس 3. يبقى انت هتكتب س واحده وهتضرب 2 في 3 6 مش هتجي. تمام يا محمد ولا مش معايا؟ طيب في قوانين ثانيه طلعت؟ في قوانين ثانيه طلعت. كملها في الصفحه الجايه. حاضر ثانية واحدة يا محمد بس اصور دي. اتفضل عايز تقول ايه يا محمد؟ ايوه يا محمد كنت عايز تقول حاجة؟ يا مستر كنت عايز اقول. طيب ماشي اجي بقى اشوف دلوقتي كتكملة مستر لقوانين الاسس. كنت عايز تقول حاجه يا محمد؟ مستر بس عايز اسأل سؤال. عايز اسأل سؤال. اتفضل يا حبيبي. انت بتقول في اللي هو القانون الثالث الميم نون، يعني هي اتنين وتلاتة
بدل اه دي اه الستة. اه ما هي خد بالك كلمة ميم نون دي في الرياضة يعني في بينهم علامة ضرب كده، بس هو يعني كأنهم هما اتنين وتلاتة. الميم والنون دول زي اتنين وتلاته، والالف زي ايه؟ بس هو القانون بيكتبوه بالف وميم ونون، لكن بره بيبقى اعداد بقى، سينات، حاجات تانيه، ساعات الفات برضو. تمام، دي رموز يعني. عايز اقول لك ان لو في عدد هنا اسمه الف، وفي عدد هنا في الاس اسمه ميم، وفي عدد هنا في الاس اسمه نون، فانت بتكتب الالف وبعدين بتضرب الميم في النون، يعني العددين دول في بعض. بس هو منه في الرياضه يعني الستة اختصار لاتنين وتلاتة، اتنين في اللي هو تلاته اتنين ضرب تلاتة. ضربوا في بعض. اتنين ضرب تلاتة. ايوه، هيعملها خطوه خطوه، 2 في 3 اللي هي س اس 6. يبقى انا في الضرب بعمل جمع، في القسمه بعمل طرح، لو اس بره واس جوه بيتضربوا في بعض بعمل طرح. طيب خد بالك بقى، ساعات في قوانين تانية طلعت للاسس، قال لك ايه بقى؟ طب افرض انا جيت اقسم اللي فوق على اللي تحت، لقيت اللي فوق هو اللي تحت هو الاصغر، هو الاكبر، يعني ازاي؟ يعني جينا نعمل كده، بص انا س اس 5 على س اس 2 سهله، باخد س واحده واعمل 5 ناقص 2 تديني 3. طب في مشكله دلوقتي بقى، افرض جينا قلنا دي ما فيهاش مشكله اللي فوق، طب س اس 2 على س اس 5، ايه اللي هيحصل بقى؟ طب انا هاخد س واحده وهعمل 2 ناقص 5. ها 2 ناقص 5 احنا خدناها المره اللي فاتت بتدي ايه؟ فاكر يا محمد؟ قلنا 5 ناقص 2 هيدينا 3، لكن 2 ناقص 5 ناقص يدينا ايه؟ ثلاثة، ها؟ سالب ثلاثة، الله ينور سالب عليك، ثلاثة. لان صغير ناقص كبير. قال لك يعني جه تدينا س اس سالب 3. قال لك لا، الاس السالب ده شكله وحش. شكله وحش ازاي؟ مش هينفع نسيبه سالب كده. طب امال نعمل له ايه يا سيدي؟ قال لك خد بالك بقى، اي س في الدنيا كان قبلها حاجه اسمها معامل، هناخد الكلام ده في المقادير الجبريه. يعني الس دي كان قبلها واحد، اي س في الدنيا كان قبلها واحد. مع محمد؟ اي س في الدنيا كان قبلها معاك. واحد كده. ايه برتقاله؟ انت بتقول برتقال، برتقال. هو اصلا المفروض هي واحد برتقاله، بس احنا ما بنقولش واحد يعني. انا نقول واحد برتقاله وواحد تفاحه وواحد، لكن هو برضه السين دي كان قبلها واحد، واحد سين. تمام يا محمد؟ فقال لك بقى ايه؟ طب نعمل ايه في الحاله دي؟ قال لك بسيطه جدا. بص السالب ده هنعاقبه، هنعاقبه ازاي؟ بص هنسيب الواحد ده اهو ونشد شرطه كسر كده، وده ينزل تحت وكده بقى وش النقطه. شفت بقى؟ ينزل تحت من غير السين ملهاش دعوه، السين مش اللي هي الاساس، ملوش دعوه، هينزل سين عادي، ولكن ده الاس السالب ده ينزل تحت هيبقى موجب. لازم نعمل كسر نعم نخد الواحد، بعدين لازم نعمل اللي هو الاسم، علامة الاسم دي. لازم. ليه بقى؟ لان يقول لك اللي يغير مكانه يغير ايه؟ يغير شرط. يعني ايه؟ يعني افرض انت مثلا عندك سين اس 2، وهنا مثلا س اس 3 مثلا، ص اس 3 مثلا، خد بالك بس كده، س اس 5 مثلا وص اس 3، خد بالك ان انا ما ينفعش ان انا اعمل ايه؟ ما ينفعش اخد اطرح الاسس. ليه؟ لان ده س وده ص، الاساسات مختلفه، ده س وده ص، فما ينفعش اعمل معاهم حاجه. بس لو انت عايز تعمل حاجه تانيه، افرض مثلا دي كانت جايه س اس سالب 5 يا سيدي، ودي س ص اس سالب 3. افرض انت عايز تخليهم يبقوا موجبين، قال لك بسيطه جدا، غير اماكنهم. غير اماكنهم ازاي؟ يعني السين اس 5 ده سالب 5 ده نازل تحت، بقى اس موجب 5، واللي ساكن تحت ده طلعه فوق، تلاقيه غير اشاره الاس بتاعته. شفت بقى؟ يعني لو واحد منهم نفس غير مكان، العملية. اللي غير مكانه غير اشاره الاس بتاعه. يعني نعكس الأماكن ومن غير سالب. طب افرض واحد ما حبش يعكس، يعني افرض الصاد قال لك لا يا عم انا مش عايز اطلع فوق، خلاص السين هينزل له اهو، بص السين اس 5 هتنزل له تحت. افرض هو عايز يفضل تحت، خلاص يفضل زي ما هو اس سالب،
بس نحط فاصل بينهم ايه؟ علامه ضرب. بس ده هينزل كده، ممكن ينزل بتاع جنبه كده على فكره، لان معروف س جنب ص كده ان بينهم ضرب. طب مستر، ازاي اعرف الاثنين دول؟ ان هو عايز يعكس او ما يعكسش؟ لا انا كده كده هنعكس، بس انا بقول لك نفرض ان انا ما عكستش الصاد، وكده كده احنا هنعكس، ده الصح. بس بقول لك افرض انا ما عكستش الصاد ونزلت السين، هي السين هي اللي هتعكس. طب لو ما اتفضلش فوق حاجه نكتب واحد. ليه؟ لان السين دي كان جنبها واحد. بس احنا غالبا هنعمل ايه؟ هنعمل كده، اللي قص سالب هنعكسه. طيب الحاجه الثانيه بقى، ساعات ايه يا محمد؟ ساعات تلاقي المساله كلها جايه عليها قص سالب. ازاي الكلام ده؟ يعني يقول لك ايه مثلا؟ ثلاثه مثلا على اربعه أس سالب 2. بص دي بقى 3 4 أس سالب 2. قال لك لو أنت عايز تغير الأس ده تخليه موجب 2، اعكس المسألة كلها. يعني اعكس المسألة كلها؟ يعني تعمل كده، خليها 4 على 3 أس 2. يبقى دول يتشقلبوا، لو شقلبت البسط والمقام دول الأس ده يعكس على طول يبقى موجب. انت معايا يا محمد؟ محمد معاه. طيب في قانون كمان بيقول لك ايه؟ ان انت لو عندك بص ادي 4 على 3 اس 2، يقول لك شايف الاثنين اللي بره دي بتنزل تتوزع على ده وده، تتوزع يعني ايه؟ الاربعه دي كانها بص كانها اس واحد، والثلاثه دي كانها اس واحد. اي عدد في الدنيا ما عليهوش اس كان كانه يا محمد اس واحد، كان كانه اس واحد. فاحنا اتفقنا لما بيكون في اس بره واسس جوه، الاس اللي بره بيخش يتضرب في الاسس اللي جوه. يعني هو هيتضرب في مين؟ هيتضرب في الواحد وهيتضرب في الواحد. يعني هتبقى المساله كده اهو، 4 اس 2 على 3 اس 2. نعم. ها؟ مش شايف اللي انت كاتبه بعد معلش بعد انا اسف، معلش معلش. بص كده اهو، بص كده، يبقى انا عندي ايه؟ يقول لك ان انت لو في قص بره زي ما اتفقنا يخش يتوزع على الاسس اللي جوه، يخش يتوزع على الاسس اللي جوه، فهينزل على بص يخش يتوزع يعني يتضرب في القص ده فيخلي لك ده 4 اس 2، ويتضرب في القص ده يخليه قص ايه؟ 3 اس 2. يعني هدي امثله تانية عليها. خد بالك يا محمد الاسس دي ممتده معاك لحد ثانوي، لحد ثانوي. فانا بعرفها لك من دلوقتي كلها ليه؟ عشان لما تقابلنا بقى بعد كده نبقى عارفينها. ماشي؟ تعالى بقى دلوقتي اقول بقى تاني الحته الاخيره دي اللي هي بتاعت لما توزع الاس دي. ان انا لما اعمل كده هناخد امثله كتير ان شاء الله على الكلام ده كله دلوقتي. ان انا زي ما بقول لك لو انا عندي مثلا س اس 2 وهنا ص اس 3 وهنا عين مثلا، بص طب العين دي بتبقى اس كام؟ اي عدد ملوش اس كان اس واحد. طب افرض في مثلا هنا 5 وافرض في هنا 4، الخمسه دي برضو كانت اس واحد والأربعة دي كانت أس واحد، كل عدد في الدنيا كان عليه أس واحد بس ما بيتكتبش عليه. يعني الاثنين اللي أنت بتقول عليها 2 دي كان عليها أس واحد. بس للتسهيل بقى مش هنقعد نكتبها كده. خلاص بنكتبها 2 وخلاص. فقال لك لو أنا جبت لك بره أس كده وليكن 3. مش فاهم الأرقام. نعم؟ فاهم اللي جوه. مش سامع يا محمد، علي صوتك شوية. مش فاهم اللي جوه القوس. حاضر. انا لسه ما عملتش، ده دي مساله انا مديها لك. بقول لك افرض مديك هنا 5 ومديك هنا 4. الخمسه دي كان عليها اس واحد والاربعه دي كان عليها اس واحد. اي عدد ما كانش عليه اس بنحط له اس. ليه بحط له اس؟ لان شايف اللي واقف بره ده عايز يخش يتضرب في كل الاسس. عايز يخش يتضرب في كل الاسس اللي جوه.
يعني الثلاثة مش هيخش يتضرب في الخمسة؟ لا، ده بيخش يتضرب في الأس بتاع الخمسة، ما بيتضربش في الخمسة، بيتضرب في الأس بتاع الخمسة. واحد يقول لك طب بس الخمسة ما عليهاش أس. لا، ما هي كان عليها واحد، احنا للتسهيل مش كاتبينه، بس هي كان عليها واحد، كان عليها أس واحد، والأربعة اللي تحت دي كان عليها أس واحد، والعين دي اللي مش مكتوب عليها أس دي كان عليها أس واحد. تمام يا محمد؟ بس للتسهيل ما كتبوش. شايف الثلاثة اللي بره دي؟ عايز يكون واحد واقف مستني يضرب الناس اللي جوه دي كلها، هيخش يتضرب في كل الأسس بتاع الناس دي. يعني ايه؟ يعني هيجي على الخمسة هيتضرب في الأس بتاع ثلاثة في واحد بثلاثة، هيجي على السين يتضرب في الأس بتاع ثلاثة في اتنين بستة، هيجي على الأربعة يتضرب في الأس بتاع ثلاثة في واحد بثلاثة، هيجي على الصاد يتضرب في الأس بتاع ثلاثة في ثلاثة بتسعة، هيجي على العين يتضرب في الأس بتاع ثلاثة في واحد في ثلاثة. شفت بقى اتضرب في كل الناس ازاي؟ اتضرب في الأسس بتاعت كل الناس ازاي؟ وكده القوس اتشال، وهو اتشال بقى، ما هو دخل اندمج مع دول او انضرب مع دول. انت معايا يا محمد ولا مش معايا؟ معاه حلو قوي. طب خد بالك بقى، يقول لك لو لقيت حاجة ممكن تتحسب، ممكن تتحسب، احسبها. يعني خمسة أس ثلاثة دي أنا ممكن أحسبها، حتى لو أحسبها على جنب أو أحسبها بالآلة. أوريك إزاي تحسبها بالآلة وأوريك إزاي من غير آلة. لو عايز تحسب دي من غير آلة، خمسة أس ثلاثة معناها إيه؟ معناها خمسة في خمسة في خمسة، هتضربها هتطلع 125. طب لو أنت عايز تحسبها بالآلة، بالآلة بتكتب خمسة كده أهو، وفي زرار عندك كده أهو هتلاقي عليه إكس وعلامة مربع فاضي هنا كده، اكس وفي مربع فاضي هنا كده، ده هو زرار الاس، وتكتب ثلاثة وتقول له يساوي، هيقول لك 125. انت معاك الآلة دلوقتي يا محمد ولا مش معاك؟ هاي طب اعملها كده، جرب في زرار كده اكس عليه بتاع فاضية كده اهو، هقول لك على الآلة بتاعتي. بص، هو الزرار ده في أول سطر في الزرار السود أهو، أول سطر تالت زرار، ده زرار الأس، ده زرار الأس، بتدوس خمسة أس ثلاثة. عملتها؟ أنت بتجربها يا محمد ولا بتعمل إيه؟ تجيبها، بتجيب الآلة، ماشي. جبتها يا محمد الآلة؟ طيب جرب بقى دي خمسة أس ثلاثة كده، اعملها. ثلاثة. شفت؟ طيب انا الخمسة أس ثلاثة دي ممكن تتحسب، فطلعت 125. او كاتبها ايه؟ السين أس ستة مش هعمل فيها حاجة. طب الأربعة أس ثلاثة ممكن تتحسب برضه، احسبها كده، الأربعة أس ثلاثة ماشي، 64. طلعت كام؟ 64. 64. الله ينور عليك. وهكتب صاد أس 9 عين أس 3. تمام يا محمد؟ طيب ده كده إيه؟ تمام. يعني كده فهمنا إن لو في أس بره توزع الأس جوه. طيب الحاجة التانية، الأس السالب زي ما اتفقنا. يعني أنا ممكن يجيب لي كده أهو مثلا، بص بقى ساعات يجيب لي إيه؟ يجيب لي سين أس 5 صاد أس 7، خلاها صاد أس 2، على سين أس 3 صاد أس مثلا 6. بص بقى يا محمد، مش احنا اتفقنا في القسمة، في القسمة ده كده قسمة بنطرح الأسس. يعني أنا هكتب سين واحدة من دول وأطرح 5 ناقص 3 2،
طب الصادات هكتب صاد واحد واطرح 2 ناقص 6، 2 ناقص 6 هيدي لك ايه؟ سالب ها؟ أربعة. سالب 4. اتفقنا، انا خلصت كده المساله، بس ما ينفعش ده يفضل سالب كده، عيب. نعمل ايه؟ قال لك بسيطه، سيب السين اس 2 فوق وده قوم منزله تحت. قلب اس موجب يا عم. طب ما نقدرش نطرح الاسس بتاع دول؟ لا ما نقدرش، لان الاساسات مختلفه، ده سين وده صاد. ما نقدرش. انت معايا يا محمد ولا مش معايا؟ معاه فهمت؟ ده بيسموه درس اسمه القوى الصحيحه السالبه. ده انت هتاخده في ثانيه اعدادي او ثالثه اعدادي. القوى بس الصحيحه مثلا السالبه. عيد اللي هي القوى يعني الاس. عيد بس اللي هي اخر جزء. حاضر حاضر. الدرس ده هيسموه القوى الصحيحه السالبه. القوى يعني الاسس السالبه. هتاخده في ثانيه اعدادي او ثالثه اعدادي، بس انا كتكمله لموضوع الاسس بديهولك برضه. طيب، لان احنا بنيه؟ احنا بنأسس للرياضه. مش شرط ان احنا ايه؟ ناخد نفس المنهج، يعني مش شرط في اولى لازم ادي لك حاجه بتاع اولى، لا. احنا بنأسس. تمام يا محمد؟ بنأسس. يعني بعرف اساسيات كتير همشي عليها بقى ايه؟ طول عمري في اي مناهج. انت معايا يا محمد مش معايا؟ معاك تمام. بس عيد آخر جزء، هيبقى في ايه؟ عيد آخر جزء بس. حاضر. يعني بقول لك احنا بنأسس اخر جزء هنا ولا في الكلام اللي انا قلته؟ لا في الشرح انا بقول لك، يعني بقول لك ان احنا بنأسس، يعني انت ممكن هتلاقي الحته بتاعت الاسس السالبه دي ممكن تلاقيها في ثانيه اعدادي او ثالثه اعدادي، بس احنا بنعرفها من دلوقتي ليه؟ على اساس تبقى اساس ليه؟ اهو تاني. مستر. انا هنا الصوت مش واضح برضو؟ لا واضح. طيب، فهنا انا خدت سين واحده وطرحت الاسس، هنا خدت صاد واحده وطرحت الاسس، لقيت ظهر لي اس سالب، لا لازم ينزل تحت، لازم ينزل تحت. طيب ساعات يديني مساله يجيب لي بقى ايه فيها كل حاجه، كل حاجه ازاي؟ بس يعني هصور دي بس كده، يجيب لي مساله تشمل تقريبا كل القوانين. بص بقى يا محمد، يقوم قايل لك ايه يا سيدي؟ هجيبها لك برضو بالسينات والحاجات دي. يقوم قايل لي سين اس 2 في صاد اس 3، خلي دي هنا في 4. ده بيسموه معامل يا محمد، ده بيسموه معامل سين تربيع. لا الأربعة دي. وفي هنا مثلا 2، خد بالك. وفي هنا برضو مثلا 2 س اس 3، خد بالك بقى. وتحت يجيب لك ايه؟ تحت يجيب لك ايه؟ مثلا بص يا محمد، المسألة دي كده المسألة شكلها مرعب جدا، مع ان هي سهلة قوي، سهلة قوي. بص يا سيدي، أنا أول حاجة هو جايب لي كل ده جوه القوس وعليه الأس ده. قال لك إحنا نشتغل اللي جوه القوس الأول. نشتغل اللي جوه القوس الأول. يعني إيه نشتغل اللي جوه القوس الأول؟ قال لك أول حاجة، أول حاجة بص نمسك الاعداد دي كلها نخلصها. شاف الاربعه والاثنين 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 والثلاثه والاربعه دول؟ بص يعني انت هتيجي بقى على الاله بتاعتك هتعمل كده، اربعه في اثنين
2 على 2 في 3 في 4. تعرف تكتب ده على الآلة يا محمد ولا ما تعرفش؟ تعرف تكتب دي على الآلة يا محمد ولا ما تعرفش؟ هجرب وتفتح الزرار اللي هو ده، بص في زرار عندك كام كده؟ انا يعني هو اقدر اكتبهم كلهم، مرة انا واحدة عارف اللي تقدر تكتبهم موجود. راحة، تفتح الزرار ده وترص دول فوق خلاص كده. ماشي هكتب، اعملها كده. ماشي خلاص تمام اعملها. تمام بعمل. اه ماشي يا حبيبي. يساوي 2 على 3. كل ده طلع يساوي 2 على 3، صح؟ 2 على 3، حلو قوي. يبقى انا الاول يا محمد مسكت كل الاعداد دي او بيسموها معاملات، ده معامل س تربيع، ده معامل ص تكعيب، ده معامل س، دي اسمها س تكعيب على فكره عشان عليها اس 3، ودي بيسموها س تربيع عشان عليها اس 2، ده معامل وده معامل وده معامل، مسكت كل المعاملات دي الاول عملتها على الاله كده خلصت منها. يبقى كل المعاملات دي بقى طلعت لي كام؟ طلعت لي 2 على 3. بس عشان افضل مين بقى؟ افضل مين يا محمد؟ السينات والصادات. طب ابتدي ابص الاول. يعني دلوقتي يعتبر ما فيش نعم؟ نعم؟ معاملات، دلوقتي يعتبر ما فيش معاملات. ما عادش في معاملات، الله ينور عليك، خلصنا منهم. خش بقى على السينات. خش على السينات. دي س اس 2، دي س اس 3، وفي س اس 2 تحت، صح؟ قال لك ناخد س واحده. مش احنا معروف ان احنا بنجمع الاسس فوق، يعني 2 زائد 3، ونجمع 2 و2 و3. لا ثانيه واحده، دي بتتجمع 2 زائد 3 بيتجمعوا، لكن لما بيكون في اس تحت بنعمل ايه؟ بنطرح، صح؟ يعني انا لما يكون في حاجه فوق وحاجه تحت بنطرح، فطالما ده تحت هيتطرح. فاهم حاجه يا محمد؟ تاني يعني 3 في الأخير. اللي فوق دول اتجمعوا 2 زائد 3 وطرحنا منهم اللي تحت، مش احنا قلنا اللي تحت ده اسمه بيطرح؟ يبقى 3، الإجابة حلو، الكلية 3. لسه بقى في الخطوه الجايه. طب تعالى نشوف الصاد ايه ظروفها. الصاد المفروض ده نطرح منه الجماعه اللي تحت، صح؟ عشان هو لوحده اللي فوق، ما فيش حد معاه فوق صاد زيه. الصاد ما حدش معاه صاد زيه، ماشي؟ اهو لو انت ملاحظ ما فيش حد معاه صاد زيه، اهو هو لوحده صاد فوق. خلاص خد القرص بتاعه واطرح منه الجماعه الصادات اللي تحت، في 5 يبقى ناقص 5، في 2 يبقى ناقص 2. انا في مشكله كده يا محمد، تعال دلوقتي. لا انا يهمني الحته دي، انت لقيت الصاد اس 3 فوق معاش صادات تانية فوق، فهم كاتبين التلاته بتاعتها، بس للاسف دول تحت، واحنا عارفين ان في القسمه ان بنطرح الاس اللي فوق ناقص اللي تحت، صح؟ بس خد بالك الصادات مش نطرحها من اي اس، من الاس بتاعت الصاد اللي زيها، من الاس بتاعت الصاد اللي زيها، يعني مش تطرحها لي مع السين، لا ده لازم الصاد اللي زيها. تمام يا محمد ولا مش معايا؟ معاه. حلو قوي. بص بقى المساله صغرت وبقت جميله ازاي؟ بقت المساله عامله كده يا بطل. بص 2 على 3 ادي س، زي ما انت قلت 2 زائد 3 5 ناقص 2 3، او بمعنى صح طالما بتلاقي موجب 2 بيشال مع سالب 2 بيدي لك 3، لان 2 ناقص 2 ده صفر، كان معايا 2 جنيه وخسرته. تعالى على الصاد بقى، تبقى جالها لو عرفت تجمع لي دي بتاعت الدرس اللي فات. شفت الدروس بتخدم بعضها ازاي يا محمد؟ الدرس اللي فات بنستخدمه هنا، تعرف تعملها دي؟ لحظة بس، من غير آلة. بص يا محمد، بعمل من غير ايه والله، طيب بعمل مش مشكلة. بص هقول لك على حاجة حلوة، هقول لك على حاجة، أنا عايز أستعمل دي بسرعة. أنت شايف دي 3، أنا بابا إداني 3 جنيه،
انا وقع مني خمسه ووقع مني اثنين، جمع اللي وقع منك الاول. يعني جمع اللي بابا اداهولك وجمع سبعة. اللي وقع منك سبعه، وانت بابا ادالك منهم ثلاثه، يبقى انت ما زلت واقع منك اربعه، صح ولا لا؟ صح، بس يبقى سالب أربعة. يبقى سالب اربعه، صح كده؟ صح، تمام، حلو قوي لحد كده. كل ده اس ايه؟ اس سالب 3. خد بالك السالب 3 دي مستنيه بس تشوف ايه اللي هيحصل وهتبتدي تظبط دلوقتي. طيب في لسه تخليص في دي، ايه هو؟ بص احنا اتنين على اتفقنا، تلاتة. احنا اتفقنا س اس 3 دي هتفضل فوق لانها الاس بتاعها موجب، دي عشان سالبه هننزلها تحت، صح ولا لا؟ عشان هي عقابا لها. تمام، في اس سالب 3 لسه واقف مستني. احنا مشكلتنا في اس سالب 3 ده ايه؟ انه سالب، واحنا خدنا قاعده ان هو لو سالب وانت عايز تقلبه موجب شقلب ده. يعني اقلب المساله، يقول لك هتلاقي ريسبروكال. بص طالما انت شقلبت المساله راسا على عقب كده، يعني ده طلع فوق وده نزل تحت، كده الاس بقى موجب. انا في مشكله لحد كده يا محمد؟ لا هي شكلها طويل بس هي سهله، كل خطوه جايبه اللي قبلها. طيب خد بالك بقى من الحاجه اللي جايه، احنا اتفقنا الاس اللي بره ده بيبقى واقف مستني ايه اللي هيحصل جوه. بص المساله كانت قد ايه الاول؟ صغرت يخش الضرب صغرت كله. صغرت صغرت، وهو اتحول بقى موجب، يستنى عشان يدخل يعمل ضرب في كل الاسس، في كل الاسس مش في الايه؟ مش في الاساسات. يعني الثلاثه دي بقى خد بالك بقى، هو بقى يقول لك بقى قبل ما ادخل عليهم بقى، برافو عليك، ثلاثة كأن على أس واحد. الله ينور عليك، قبل ما ادخل اعمل ضرب يا جدعان لازم كل واحد يبقى شايل الاس بتاعه. طب الثلاثه دي معلهاش اس، خلاص يبقى واحد. الاثنين دي معلهاش اس، يبقى اثنين واحد. واحد. زي سلاح كده عشان نستعد بقى، هيخش يتضرب في كل الاسس دي، هيتضرب في دي، ثلاثة، ثلاثه اس تبقى تاني، ثلاثة أس ثلاثة. الله ينور عليك، هيخش يتضرب، هكملها هنا بقى، يساوي ثلاثه اس ثلاثه، هيخش في الصاد هيبقى وصاد صاد أس اس 12، أس صح؟ اتناشر. هيخش يتضرب في ده، 2 اس 3، اتنين أس تلاتة. برافو، س اس وستين 9، اتنين أس تسعة. ماشي؟ طب احنا اتفقنا بقى هو دخل كده واتضرب والدنيا زي الفل، اتفقنا في الاخر خالص اللي ممكن يتحسب بالاله نحسبه. 3 اس 3 دي ممكن تتحسب بالاله او ممكن احسبها بدماغي. هي 3 اس 3 معناها ايه؟ 3 في 3 في 3. أيضا بثلاثة بثلاثة عايز كمان تحسبها أسطر. بالاله ماشي، عايز تحسبها بدماغك ماشي. دي كانت 3 في نفسها 3 مرات هتدينا 27، ادي صاد اس 12، ودي كانت 2 في نفسها 3 مرات، 2 في 2 في 2 لو حسبناها هتديني 8. ما دي كانها كانت 2 في 2 في 2، 2 في 2 ب 4 تديني 8 بس. س اس اس، شفت يا محمد المسألة سهلة ولا صعبة؟ ها هي شكلها مرعب وطويلة بس هي ايه؟ سهلة، يعني فهمنا القصة منها. محمد نعم. فاهمها كده الحمد لله للاخر. خد بالك المساله دي ممكن تديها لطالب في ثالثه اعدادي ما يعرفش حلها، في ثالثه اعدادي. ليه بقى؟ ده كمان هترجع تاخدها تاني، تخيل فين؟ تخيل فين؟ ثانيه ثانوي. انت متخيل؟ هتاخدها في ثالثه اعدادي وهتاخدها في ثانيه ثانوي وهتاخدها في ثانيه اعدادي المسألة دي، بس كل سنة يزود لك حتة، يعني مرة يزود لك أس سالب، مرة يزود لك إن إحنا الموضوع مش هيقلبها، مرة يعني بس إيه، بس هتاخدها تاني في تانية إعدادي وفي تانية ثانوي وفي تالتة إعدادي. تخيل يا محمد؟ فمسألة مهمة جدا الأسس دي، مسألة مهمة جدا. طيب ماشي، أقول لك كمان واحدة كده مثلا، هصور بس إيه وهبقى اديلك بقى ايه واحده عليها في الواجب، تحاول تعملها لي زي دي.
ثانية واحدة بس، هصورها بس هصورها. تمام. بص يا محمد، هدي لك مستر، واحدة هو انت تانية. بتدي ايه؟ هدي لك واحدة تانية بس فيها حاجة برضو مهمة. يقول لك إيه؟ قاعدة برضو من قواعد الأسس. خد بالك الأسس دي إحنا لسه لما هناخد حاجة اسمها القصور، يعني الأسس فيها حتة كمان، حتتين كمان. فيها حتة بتقول لي يعني الأسس إن شاء الله هناخد فيها المرة دي والمرة اللي جاية، ما تقلقش يوم الأرض. لأن هي مهمة، مهمة زي ما بقول لك، بتنفع في سنين كتير جدا. خد بالك؟ طيب. في حاجة بقى قال لك عليها محمد، قال لك إيه؟ طب افرض عندك الأساس سالب، يعني إيه؟ يعني أنا لو قلت سالب 3 أس 2. طب ما احنا عارفين سالب 3 اس 2 معناها سالب 3 مكررة مرتين، واحنا عارفين من الدرس اللي فات ان سالب في سالب بموجب بموجب. وما بيتكتبش بعد اليساوي، و3 في 3 ب9. قال لك انا افهم من كده حاجة بقى، انا افهم من كده حاجة، ان سالب 3 اس 2 ان انها زي اجابتها زي 3 اس 2 بالظبط. بص لو انت عملت 3 اس 2 مش تبقى 3 في 3 في 9؟ قال لك يبقى معنى كده لو الأس بتاعنا عدد زوجي، لو الأس بتاعنا عدد زوجي، يعني 2 4 6 8، الأس اللي هو ده عدد زوجي، يبقى هو بيلغي الإشارة دي خالص. لأن بص بيطلع المسألة 9، طلعها زي اللي ما كانش فيه إشارة خالص، صح ولا لأ؟ صح. يعني إجابة المسألة بتاعت سالب 3 أس 2 هي هي نفس إجابة المسألة بتاعت 3 أس 2، هما الاثنين إجابتهم 9. قال لك يعني أنا أمال أفهم من كده، ها؟ لو كان بقى سالب ما اللي لسه هو جاي لك بقى، لسه جاي لك. يبقى معنى كده لو الأس زوجي فهو بيلغي لي الإشارة تماما، بيلغي الإشارة تماما. طب قال لك طب افرض الأس بقى كان فردي، كان فردي، يعني مثلا جرب لو أنا قلت إيه مثلا سالب 3 اس 3. دي عباره عن سالب 3 اس 3، ده فردي في سالب 3 سالب 3. سالب في سالب بموجب، في سالب بسالب، ما احنا عارفين ان سالب في سالب بموجب، موجب في سالب بسالب، صح؟ قال لك يبقى كده بقى نفهم كده ايه. وبعدين 3 في 3 ب 9، في 3 ب 27. قال لك يبقى احنا نفهم من كده بقى ان لما بيكون الاس فردي بيسيب السالب ما بيشيلهاش. اهي طلعت في الاجابه اهي، يعني معنى كده ان الاس لو زوجي بيشيل الاشاره، او لو فردي بيسيب السالب. فقال لك طب احنا طب كده مثلا معنى لو كده كان الأس سالب، ها، لو كان الأس سالب لو الاس سالب عادي ننزلها تحت، أنا هديلك. يبقى الأس الفردي ما بيشيلش الإشارة. برافو عليك. أهي يا عم سالب 2 بقى حاجة جديدة بقى وخلاص. أس سالب 3. ثانية واحدة، إحنا نبص الأول الأس، مشكلة إن الأس يكون سالب، مشكلة. نعمل له إيه؟ نشد شرطة، أول ما نلمح أس سالب نشد الشرطة دي يعني، ونكتب فوق واحد. نحط وده كده يقوم واحد. نازل تحت، ينزل تحت. بص يا محمد لما نزل الاس هو اللي بيتغير، بموت. لكن الاساس لا، فضل سالب 2 زي ما هو. اه خد بالك الاس هو اللي بيغير اشارته، لكن الاساس ما بيغيرش. انت معايا يا محمد؟ تعال. ده اساس وده اس، ده اللي يغير لما ينزل تحت، لكن ده زي ما هو ثابت على موقفه. كنت عارف تمام. نرجع بقى، خليك بقى سؤال نصح. انا فاهم ان ايه كده كده الاس الفردي هيسيب السالب، فخلينا سرعه هيسيب السالب. يبقى سالب 8 على طول. ايوه، واعمل 2 اس 3 ب 8. ما انا فاهم ان طالما ده اس فردي هو هيسيب السالب، مش عامل حاجه. طب خد بالك بقى برضه عشان دي معلومه رياضيه برضه، 1 على سالب 8 دي في ناس ممكن يكتبها كده، يقول لك السالب ده مش هكتبه على 8، يكتبها مع الواحد فوق، صح؟ يعني في ناس يكتب الكسر ده كده، في ناس يكتبه كده، في ناس يكتبه كده،
سالب واحدة قدام الكسر. يبقى أنا لما ألاقي سالب قدام الكسر كده يا محمد، هي مكانة يا مع اللي فوق يا إما مع اللي تحت. لكن لو أنت حطيتها معاهم الاتنين غلط، عشان في ناس بتعمل لما يلاقي سالب كده قبل الكسر يحطها مع ده ومع ده، غلط. لا، هي كانت مع واحد بس، يا كانت مع اللي فوق يا كانت مع اللي تحت. ليه؟ لأن أنت لو حطيتها مع الاتنين هتتكنسل، وهيبقى الكسر من غير سالب أصلا، فهتبقى غلط. أنت معايا يا شمعة محمد؟ معاه بس يعني انت خدت برضو معلومه حلوه في الحته دي. هدي لك بقى دلوقتي على الحاجات دي واجب على الاسس دي، ولسه لنا معاها جزء تاني المره الجايه، هي ما خلصتش لسه. بس احنا كده خلصنا منها ما يقرب من 90% او 80%، لسه لها جزء تاني اللي هو الاسس الكسريه. هتلاقي الاس بقى جاي لك فيها كسر، هتلاقي اس 2 على 3، متخيل؟ يعني الاس بتاعك عباره عن كسر، مش عدد بقى صحيح زي ده. هعمل لك بس على دي كده اهي. بس الواجب والنبي يا محمد عايزك يعني ضروري تحلهولي، خلاص؟ الواجب برضو هدي لك فيه حاجات على القديمة عشان ما ننساش. يعني هدي لك مثلا برضو كده اللي هم مثلا ايه؟ سالب 2 ناقص 3 زائد 7 مثلا، رقم 2 كان عندنا برضو سالب 5 موجب سالب، حاجات من القديمه. وهدي لك مساله برضو من اللي احنا جبناها النهارده الكبيره دي، اللي هي مثلا هدي لك بالالفات عادي، ما هو الالف زي السين عادي، او الف اس 2 في باء اس 4. طب خد بالك يا محمد، الباء اللي ما قبلهاش حاجه دي كان قبلها واحد هنا كده، الف اس 4 في اتنين. مستر بس عارف تعيد ازاي نحل. خلاص نعم. ما انا عامل لك بقى ايه، خلاص مساله شامله. بتقول ايه يا محمد؟ خلاص بعمل لك مساله شامله زي اللي احنا خدناها. تمام. بس انا مكتر لك فيها شويه عشان عارف انت شاطر. على فكرة يا محمد، في ملحوظة بس هقولها لك صغيرة. أي عدد في الدنيا قص صفر بواحد. يعني افرض أنت جيت تعمل مثلا ألف أس 2 على ألف أس 2، فأنت هتاخد ألف واحدة وتطرح الأسس، 2 ناقص 2 صفر. أي عدد في الدنيا قص صفر بواحد. يعني لو قلت مليون قص صفر بواحد، تخيل. بس لما تقابلك حاجة زي كده، تمام كده. دي على السالبة او برضو هنا حاجات بسيطة بقى كده. طبعا هنا انا بضرب الاعداد عادي يا محمد، سالب 3 بضربها في سالب 2 عادي واطلع اجابه، لكن الاسس بتتجمع. هنا بقسم الاعداد عادي 18 على سالب 2 والاجابه اللي بتطلع حطها، والاسس بتطلع عادي. تمام؟ فانا هصور لك دول، دي خليها دي مش واجب بقى، دي ملحوظه يعني، دي ملحوظه. تمام يا سيدي؟ هصور لك دول. ضروري يا محمد عايزك تحليل الواجب وتبعته لي على الواتساب. ليه؟ عشان انا لو لقيت فيه غلطه، وغالبا انا بقى كل حصه بعد كده هبقى عامل لك زي اختبار صور كده. اختبار صور ازاي؟ مش اختبار يعني عشان اقول انت صح ولا غلط، او هو زي مراجعه يعني، زي يكون مراجعه دوريه كده في بدايه الحصه، ادي لك مثلا كم مساله تحلهم كده.
يعني هو اسمه اختبار، بس هو مش، انا مش اقصد اختبار امتحنك اقول عليك كويس او وحش او كده، لا، انا الهدف منه المراجعه على ما سبق عشان ما ننساش. انت معايا يا محمد؟ معاك. بس يعني كل حصه كده في بدايه الحصه هدي لك شويه مثال تعملهم ان شاء الله، وهقول عليهم اختبار، بس انا هدفي زي ما قلت لك لا، مراجعه دوريه، يعني بنراجع باستمرار عشان ايه؟ عشان كده، عشان مش عشان على ما نوصل للدرس العاشر نكون نسينا الدروس الاول والثاني والثالث مثلا، لا كده نفضل فاكرين ان شاء الله. ماشي يا حبيبي؟ طيب ده الواجب انا بعته لك، هتحله تبعته لي على الواتساب بحيث اشوف لو في حاجه فيها مشكله او غلطه، الحصه القادمه ان شاء الله او اللي بعدها على طول اشرحها باذن الله. لو هو كله تمام هقول لك اكسلنت ممتاز وزي الفل. تمام يا محمد؟ الو الو، تمام. طيب تحب تسال في حاجه يا محمد قبل ما اقفل؟ لا شكرا. هو انت عندك دلوقتي، وانت دي انت في الامارات ولا قطر يا محمد؟ معلش، خطر. قطر. يعني انت عندك دلوقتي تعتبر الساعه 6 و5، فرق ساعه صح؟ طيب تمام ماشي خلاص، موعدنا ان شاء الله يوم الاربعاء برضو الساعه 4، لكن يا محمد 4 توقيت مصر، ماشي؟ من الاربع برضو زي ما احنا، ثانية واحدة، لا ثانية واحدة يا محمد، ثانية واحدة، يوم الاربع، انا اسف، مظبوط، موعدك انت الساعة 4 توقيت مصر، 4 توقيت مصر توقيت مظبوط، مصر صح؟ نفس الميعاد 2 و4 الساعة 4، اوكي 4 توقيت مصر. مع محمد؟ معاك. طيب يا حبيبي ماشي، يبقى 2 و4 الساعة 4 توقيت مصر، اللي هي عندك انت بتوقيت قطر تعتبر 5 ان شاء الله. طيب خمسة ماشي يا حبيبي، يلا سلام عليكم.